فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل النبي صلى الله عليه وسلم يقال عنه بأنه مبلغ أم يقال بأنه مشرع؟ هو مبلغ عن الله، مشرع يعني مبلغ للشرع، فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. المشرع هو الله والرسول مبلغ عن الله، ولكن إذا تساهلت في العبارة قلت مشرع فلا بأس بذلك، يعني مشرع تبليغ، تشريع تبليغ ما هو تشريع ابتداء. نعم.